يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات. الحمد لله والثناء لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقه العبادات أيين كل حسن قيبتي صومك صومك ولبس النهاها ينوع يديس. باب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وغيرها. حوية صدح مع الموضة بالوالبال لغا صومه iyo saddexda maalmo aan ahayn oo kala la soomi karo. An mu'adat al-adawiyya annaha sa'alat kabadhaas waxay weydiisay Aisha ta zawja an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, haaski nabiga Aisha waxay su'aashay akana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rasulkum iyo ha yasumu min kulli shahrin bil walba miyu kasoomi jiray thalathata ayyam saddex maalmo. قالت نعم هابيت مركين وبدين شلي بهذا الكاكا أركيس ورسولك إلهي صلى الله عليه وسلم صان كا وكسر ما يبل والبصدح يشوا بضنا. فقلت وحنا لي لها عايشة وحنا كل من أي أيام الشهر من أي أيام الشهر معلمها بيشة كيبو كان يصوم وها بيتك صومه. أنا أقرأ أن أين صدح الشبش كسوم أيام قارقار وكبيق جري. قالت وحيتر لم يكن ما هين يباري ملو آبي يالا أما الله أكته من أيام الشهر يصوم مالمها سنتك مالمها بشة مد كستو كسوم يجري مد أوبا آبي يالي جري مد الله أغن جري مد كدو جري مد نمي جري. لكن ويفي عنت هذا يسوق بيق ما قفك صدح دي مالموت إسنينها إيو خبيثة أيو أدو دا كباقة أيام البيضك أيو صلح يا أيام ودع العضاء ووليب خميسي أسنين أدو دا وصي باقما دا صدح جرب وفضل كثير لعبايا. باب فضل الصيام فضل الصيام في سبيل الله. صوامام كالسنة الأمانة وحكم دا قفكو يسيقو الجهادك كترة إنو لبدا عبادة كل ميو عبادة دي صوام كي سنة هاها يجهادك. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول كان مغلياله من صام يوما في سبيل الله مال قفك كصام الجهاد كي سوى كتره بعد الله وجهه إلى هاي وجهي سوح كدر كيا عن النار نارت إلى هاي وجهي سكدر كيا 70 خريفا تضباطا ضيرات لوغت شهدت تضباطا سمضات مسافد للسعودة إن لك أيوه لهاي وتشجي سكف غيني يا نارت أنا ذو حوي قفك إلى هاي نار تكبد بادي ومجلين أيوه سببته الجهاد كيب وقصامي ولا بدع عبادة أيو لين مركز في سبيل الله نوى المراد به الجهاد وجهادك. صام كصنها وحكم إذا استحباب صومي 6 أيام من شوال بيشن شوال إلى رمضان كذن بيت إنس لحم المرض قصامه أما ها هذين لحظة كحجة أما ها هذين لحظة بحاء أما لحظة ضمبة واللحون لحم الموت إنه صوما في عن أصنعة صوما كصنعها أنا كتيرة استغفر الله النبي وكور رمي فائدة لقيها لي صوم كاوحولي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحول من صام رمضان بشر رمضان قفك الصومة صدني يسقال إلى تلميذ كيدوني سهات ثم أتبعه كدبق يا راعية 6 من شوال لح بشر شوال كمذا كان وحن نقول يا صوم كيساسي
كصيام الدهر سنة كردنا وصامو كلا ويز رمضان وحيودي قانتا طبان بلاد لحظاً مع المودنا وحيودي قمان لحظاً مع المود ركال سدح بقولي لحظاً مع المود ساقو صامو كلا ايا وكردي قانيو سنة كيوردن الكاساف وصوم كيسي كردن ما يسترتي مركا حديث كاسنو حوادي ينوغو أبابو ليا إنا ينراعي النبش رمضان صوم كيدا صوم كاسنها شوال ليلة باب فضل الصوم في المحرم بشان محرم لا يدعو يدنا إلا الصوم أي سنة أهو صوم كي سنة كمدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحول أفضل الصيام بعد رمضان صوم ودوح أفضل بدن صوم كافر الكاهر رمضان كذب شهر الله المحرم معنى صيام صيام في شهر الله المحرم بشان محرم لا يدعو سنة الإسلام كهجري قوه الرئيس أول الصوم وابشي إلهي وحال الله إذا في فضل إلا ذا ديراتك وأفضل الصلاة صلاة نوحة قيمة بضنة ديرات له بعد الفريضة تمر كفر لك إلا قرر صلاة الليل صلاة دهبين كي لتكدو أنا يحبوني قفك مسلم كاين كقضو كل يبين اللي ما أدعو كد ذا لأيتي قدر كستضها هات أما هردد كهر مكدباء marka sidaas uu rasuulku sallallahu alayhi wa sallam fadliga ku jiray noogu sheegay bisha muharram la yiraado in la soomo taasuuca ashura maalinka 19aad iyo maalmaha kale ba babu niyati sawmi wuxuu baabihay in soomkii la niyoodo iyo jawaaz al-fitr fi an-nafila iyo soomka sunnaha ah in la iska afuri karo anaa in maalintii la niyoon karo oo habeenkii aanu shardi ahayn iyo in soomka qof isagoo sooman uu iska afuri karo waa tii aynu hordhaca ku soo tilmaanay ama muqaddamada fawaariqa iyo waxyaabaha uu kaga duwayo soomka sunnaha ka faralka ah ana Aisha ta ummi almu'minin radiyallahu anha qalat qala li rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dhaata yawm maalin maalmaha kamid uu nabigu wuxuu ugu yiri Aisha hal indakum shay وحراشنا مياهيسان قراع حاسسك يسيب النبي قوي مدو وحول لي وح قراع مياهيسان قالت فقلت وحانري يا رسول الله ما عندنا شيء وح قراع ما هينو ولكا أمد قراع ذا روح ذنبا يسكون مشغولين ترين إيا أن كبعينتا قفك وحي نبقى هاك إساقا قفك ديقا يأو دينتا أيوبا لكبعينة يدو يدا يعنى ذا لقمد ذالين sida inagu ayuun markaa wax laga maarmaan uga dhigno waa wax mar iska sahlo marna la cunayo marna la waayo laakiin tan diinta aad loo ilaalinaya qaal wuxuu dhifa inii saayid mar hadaydan quraac haynin de wax horan soo cunayna ma jiro de qadoodigayga aan ka faa'ideeyo fa inii saayid waban soomanay soomkii buu markaa bilaabay maalinka dhexdiisi qaalat tuhati fa kharaja rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam nabigu wuu iga tagay fa uhdiyat lana hadiyya هدية بان الله كان أو جاءنا زور أما وحنو يمي قف نصاب بوغضي إيو زوار تد نصاب بوغضي ووحكاني قالت توحيت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت مركو النبي قصان نقضيبان كوري يا رسول الله اهديت لنا هدية هدية بان الله كان أو جاءنا زور أما مرتبة وحكاني ويمي وقد خبأت لك شيئا xooga uwaafadan ku dhigay khabaat waan qariyay waxa aan ku xabeey ku qariyay xooga hadiyadii kamid ho lama wada cunine reerka marka masuulkiisa iyo rasuulkii baa in loo dhigay qaal marka rasuulku wuxuu dhimaa huwa muxuu yahay waxa aad ii dhigtay qultu haysun waxaan ku waa raashin cayn bacayna ama jacburho isku jira federation yar oo wanaagsan التمر مع السمن مع الأقد والتمر قرار يسبق ليس كعتيم قال مركا وحوري هاتيه بل هذا كان فجيت به وان كان فأكل وعني ثم قال وحوري قد كنت وحان هذا أصبحت صائما وقوحي بريئا وصاما مركا واني مكانا قسك قراع به كحديث كل بار ريموت بفايدية لبدا بترجمة دا وشيخ كشيغا مدي وحوري niyada soomkan sunnaha habeenkii waxba shardi ma aha habeenkiina wala niyoon kara subaxdiina wala niyoon kara laakiin waxa shardi uu deenaanad waxba cunin waxa labaad uu faa'iideeyay qofku isagoo sooman
inuu soomkiisii haddii uu sunno yahay jabin karo oo iska afuri karo daliil cad weeye oo taana aynu arkayna inuu ku hayno باب الصائم ولمن لما شيئين نوقف قلينا إنه قلينا أنا لما شيئين باب الصائم يدعى لطعام قفك مرتدها قفك صومنا مرتل الراشن لو يعري فليقول هيدا هذا إني صائم وان صومنا وددك هاو شيئا سيئا لو مودين إنه وحك الراشن كانوا ديدي أما وكاخ شافي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحول إذا دعي أحدكم إلى طعام midkina dir raashin loogu yeero la casuumo waa uu saaymun isagoo sooman fal yaqul inni saaym hayda hada waan soomanah marka waxa kala duwan inaad yeermadii ajiibtay inaad xunto yeermada walaalka uu kugu yeero casuumad kugu yeero inaad aqbasho oo aad tagta waa waajib hadaan wax maaniyi u cudur daar jirin inaad xunto waxba shardi ma aha laakiin xuduurkaaga ba sharaf ah xuduruka sharafun lil aakhir kaakala walaalka ay ku yeeray goob joognimadiisu sharaf taut kaada doonto soomkiyo iska jabin hadda doontana waa deysan oo waxa oran doonta waa soomaala adabtu waa in ka walaaluhu ay ku wada noolanayaan alkitabu thani ashr kitabka labiy tobnaad maqsadul ibadat kamida alhajj wal umra waajibki ya umradi hajki ya umrada labadaba waa waajib oo sida hajku waajib u yahay aya umraduna cimrigi mar waajibtaa marka dhowr iyo toban mabxaf ayaynu qodobayn doonaa si yaro kooban si qofka xajka tagaya ama akhriyaya uga yara faa'iideysto ama mawaadiicdaasi kolba meesha aynu marayna aad u galan karto mulakhas degdeg ah haddaynu ku sameyno xajku markiisa hore waa mid waaraya ambiyada horena way u soo xaji jireen waana sii wadayaan xajka siduu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ilaa uu ciise ibnu maryam xajo alxaju yaduum wey hajku waxa uu leeyahay aayado ku soo arooray ama ka waramayo ilaa 23 oo laba kamid ah suuratu al-Imran midna suuratu Tawba inta u badanina suuratu al-Baqara iyo suuratu al-Hajj afar taa suuradood buu qaybsan yahay sagaashameeyay xadiis baa ku soo arooray hajku ka waramaya sida culimada daraasay ay soo sheegeen waxa uu dheer xadiiska Muslim uu soo saaray ee Jabir ibn Abdullah warinayo ee sawira muqaalkii hajki Rasuulka sallallahu alayhi wasallam حجك هي عمرها تعريف كودو حويان عمرها نوى بوقش حجك نوى وجهيس يا وقصد بيتك إلهي لولا قصد عمل يا عبادة ونكسن أو مركز إلهي درادي لولا تشيدو حجك وحول يا فاضلي فاضلي سو حول نبي كشاك وين نجم بابك إنه فيلم به إنه جهادي هاي بادرك إن دم بيجا لقول دافو إن وفتي إلهي نقول يا دتك حجاتي يا معتمرين تو iya in janna uu yahay abaalkiis oo wax kale aan wahayn xajka xukunkiisa marka la eego waa waajib ama arkaan islaamkiiba uu kamid yahay sidaynu ku arkay doona baabkan u soo horeeya xajku waxa uu leeyahay qaybo mid faral iyo mid sunnah faralku waa xajatu islaam xajka la yiraahdo qof walba marku xoolo helo ku waajibaya ama nadarka xajka uu qofku isku waajibiyo nadarka inta wixii ka soo haray waa sunne waan ku calaashan karaa qof qofka goortu xajku ku waajibayo dhowr shardi baa loo xiraa al-muslimu mukallafu al-mustati' alayhi wa qof muslima oo awoodi karaya dhaqaale ahaan oo mukallafa miyir qabo oo qaangaara shuruudaha afarta muhiima walillahi ala an-nasi hajju al-bayt man istata'a ilayhi sabila wa atimmu al-hajja wal-umrata lillah xajku waxa uu leeyahay arkaan arkaantiisu waa afar inuu qofku soo xidho tawaafo saciiga sameeyo carafa istaago xajku waxa uu leeyahay waajibaad haddii mid ka mid ah uu qofku ka tago arkaanta hore inuu soo sheegnay xajkiisu ma dhammaystirmayo laakiin haddii waajibaadka ka taga dhiig buu ku kabaya waxaa ka mid ah inuu carafa joogo ilaa gobolku intuu dhacayo Muzdalifa u hoydo Mina u hoydo buuraha tuuro tawaaful wadaaca tawaafka la yiraahdo la yimaado iyo markuu soo xidhanayo inuu miqaadka ka soo xidho waxa uu leeyahay waxyaabo maxduuraad iyo mubaaxada waxyaabo qofka ka xaraama oo loo diiday oo mid kamid ah haduu ku dhaco dhiigu ku waajibayo waxa kamid ah kuwaas ilaa 9 shay meelaha ay noqdaan dharkii oo uu qofku xidho tolnaa iyo madaxi iyo wajigi uu daboolo waa xagga ragga marka la eego shaygii uu goonaayo uu marsado timaha iyo ciddiyaha uu iska jaro
يقلمد إيا وحياذي مقدمات كوها قلمد إيا وحي الحرير دوردن إيا قورك قورك وآن وقفك وحنا قورسان كانن عدنا وكيلون نقود كارين وقارد إيا أولايا درتي حرم كوهو چرچرو إنها وكفتيو بيا فاسق نبدا دنبغا إيا وحلا إيا دود إيا مران كاران إيا كقما بريا لكن أجريا كغيران إيا حاجك وحيابها بريا وحكم بدا إساقو عرافة سيغا قف مالك السجالات هي هذين كطبنات بيستاج كرواي فرصة بو مركا رنتا واي ما أقام بوجتكي حد كاسور ضعف هتو حاس كي سوق الموضة حد كقيف تهرى سوق كتشرة تحلل كي هرى أن ولي سمايني وكبريا وحوك كبري كرا ردادي دين تأي إله إيه الرسول فعاي سدادت كقار كودو اللي تدق كود وياي حد كوا حولا يوحي الله إلى أسرار أما فائدين آدو بطن وداي كم تهي قفكو إنه إلهي كحسوس تأخره يهر شوك سجيس تذكر فرع بدن إيسو صباحي تذكر ولا التنمية ده ضاين الدراما ديني الدنيا بقى إني هلان هرمر تذكر مسلمين تاهي إني تعارف إسكوس ما يانا هالك أيكو برتان مش إسكو برتان مشاكل كود أيكو حلية فإذا كيسات بيو بدين سنة يالبوحج كلية هو حكم إذا مركو قفكو إحرامنا يينو صوم يدو عبر كيم مرصدو تلبيادي أخريو طواف كي طواف القدوم كاللورنش ريسوسا ما يو حاجك كو سلام يي كعبضا مركا ومفرد يهي مالنكا تدياداد نوتاقا قوبتان لايدا دو ميرا أذين كساقالادنا ووهيدو نميرا قوبتان لايدا هذي عرفة أكتايدة مسجد كويني وكويا لينو ديغو مالنكا عرفة آدو دعايستو أذين كسيدادا أذين كطبناد مشعر الحرام وكو دعايستو أعمال يوم النحر إنه ترتيبيه رمي ذبحي حلقي طواف إنه كله الرئيسين تودنا ويسكبنا أنت افعل ولا حرج سيدو نبي قيري لكن إنه صداء إنه شاقنا هذا حضا إنه صداء ترتيبيه وي أذكار فربضان باسنا ومنا إيو لغو سمايو ما لها كله وقفك عمل كان كقودان إيو يخط بده أفرتها waxyaabaha sunnaha waxa kamid ah dharcada inuu xidho hadii hore uu waayo dhar color leh ama midab kale oo iska xiran kara haajigu oo sida inaga dharka caadi sunnaha inoo ugu yimbu qofka haajigaana sunnaha ugu yahay aan waxa kamid ah xajka sunnayaashiisa inuu qofku ilaaliyo aadaabta safarka oo kamid yahay qofku inuu dulmiga ka baxo ilaahay inuu toobad keeno ehelkiisa u dardaarmo dad wanaagsan iyo culimo u sii raaca marka uu hadii jeer safrayo sahaydi soo wanaajiyo oo aan isku ciriirin cidna shaxaadin ahkaamta xajka oo aad u barto si amalkani ugu hirgali karo masail bulay xajku ay kamid yihiin al hajj wa dayn qofka hadii dayn lagu leeyahay maxaji karaa haa xaj karaa hadii aan loo haysanin kolka ee qofkii daynta kulaha uu ogol yahay inuu iska tago ama waqti dheer ba dayntu ay leedahay al hajj wal bidun mahram كبار المحاجي كرتا محرم الآن ها حاج كذا هو أنصحه لكن سيدي في عنابة خلافه أمرك ينصور ورينه هنا حاج كمحرمك كوك حيسته والله رين لقى مارمان علماء دنو يسكوا فقسين هدي فتنة لقى آمي هاي ويحاج كرتا علماء دا قاركود لي لكن مر لي بالشرع جواي خلافه حاج كذا هو أنصحه الحج عمن مات أو عجز qofkii tagi kari waaye duruftu ay marka macnaha naafa ama in dhala waa laga xaji karaya iyo ki dhintayba wuxuuna xaj shardi ah uu qofka ka xajiyaa in uu horo u xaji al hajj min mal haram mal haram qofku haduu ku xajo ka war horta marka hore mal haram inuu ku xajiyo waa haram oo sax ma aha inna allaha tayyibun wala yaqbalu illa tayyiba ilaahay uu wanaagsan yahay xoolo wanaagsan buu aqbalaa لكن علماءه وحي سلوى فقسين لأنه حجك سبورين أجرق سو يراني حجك وحي الله هو سقارة صورة الحج يقولون أحكام تهديك هديك واجبك هاي كي سنة هذا ومرك نودن كتشوغنا أضحية الله مرك هالك الله تشوغنا هدي بالله هذا حجك وحي الله مواقيت زمانية مكانية ووقتك لحرنكرة القرآن هو تلمامة الحج أشهر المعلومات وتدبات كهذين ما يلها لك سوى حرنية أفر ميلاد بن نبي وعيم عمر بن الخطاب نبي بكل دراي وحويدت كمدينة كيما داد الحليفة كصاحرنا يرى أفر بقول يستدحي صدا كيلومتر أترته مكا ومدينة كم بالكيدة داد كوقوي قلبات كإيمانية
iyo shaam waxay ka soo xirnaayeen juxfa meesha la yiraahdo oo 178 kilometir u jirta maka ama hadda raabakh la yiraahdo dadka ka imanaya koonfur bari waxay ka soo xirnaayeen qarnul manaazil meesha la yiraahdo 78 kilometir kacbada u jirta innaga iyo ciidina la mid ah kacbada koonfur ka xigta yelam lambay ka xirnaayeen oo 100 kilometir u jirta dadka waqooyi bari ka xiga kacbada ee Iraq iyo meesha la mid ah ka imanaya aqiiq bay ka xiranayaan oo 90 kilometir u jirta marka soo ururisa labada meelood ee ugu fogi waa Rabah iyo Dhul Xulayf reer Shaam iyo reer Madiina halka ka xiranayaan ayaa ugu fog marka in soo ururina in si degdeg ah u dulmarno ahkaamta xajka ee ahadiitha aynu ku arki doono kuwaylahaasa kamida baabu fard al-hajj wa ta'limihi amaliyan wa hukumki xajka حجك عمل الله الله قبرنا إياه النبي محمد الله قد ضياني عليه الصلاة والسلام سوى أنصحه هي أحكامته ولاي هاي حجك الله في نبر توا الله قام مارمانك مدنا وكو أنصحا مدنا فضل قا كبط فرض كيبو بلاوي أما حكم الحج عن أبي هريرة قال وحول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي خطبت بنا أخر يوم فقال وحر يا أيها الناس طبوا قد فرض الله عليكم الحج إلى هاي حج ويدن كواتبية فحجوا كعبدي ساتقا إن أول بيت وضع للناس إلا الذي ببك فقال رجل وحر كل عام وسنة دول بميان حجينا وانا لقول لي يا رسول الله فسكت نبي قوة مستحتها قالها ثلاث إلى أنك سبح جيرك علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا رسولك وحول الله قلت نعم لواجبت خدان ورن لها ها واجب لها إلهي ذا يقبل ولما استطعت من أيضا كرته ودد بضنبا إيقو أو حولها إسته هل مر عمر قاق حج لقكر الله يا أما أنكرين دستمد والبن هذا الكيد ده ثم قال مركا رسولك وحول ذروني ما تركتك إدايا إنت إذن كتغيو ذروني قتغا ما تركتكم انتان اذن كتغي انو انا وحبي واجب دين شيغن فانما هلك وحهلاق من كان قبلكم فانما هلك من كان قبلكم تدكي اذن كهري وي هلاك سمين بكثره سؤالهم سؤاله دي بدنا اي الهي كو عقابي واختلافهم على انبيائهم يا انبيادودي اي اسكو خلافين اما اي خلافين با وسحيه ما سحنا اما كو يلي مينا با نبييادي اي اسكو خلافين اي كوم مرمان اما ايغبا ديدين أي إلهي وكوها لك فإذا أمرتكم بشيء مركا وحيد فربوا النبي محمد فاتوا منه ما استطعتم انت كرتانك لك علي فاتقوا الله ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء هدان وحيدين ديدنا فدعوه اسكغتك ووحا أي أضامه لو ديدي لبن باكو تشريكتك أبو رسولك صلى الله عليه وسلم عن جابر قال وحول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وحن أركي رسولك إلهي يرمي نجحانتي طورة يا على راحلتي هشي سنوف شيء يوم النحر مالك عيدة ويقول وحو الله لتأخذوا عني سلا وحنو يا الان هش أوف وران سكين تصي لتأخذوا عني مناسككم سيا عمل الذين إيقا قابتان أو إيقا إيقتان وإن فإني أنو لا أدري ما أوقي لعلي وحنو دوه لا حج إنا ننسو بحج بعد حجتي هذه حج كيقا كان كدب سيدي وانا ودع ضيو دي النبي عليه الصلاة والسلام سقاشن او ريس ديتن هذين كدي بودنت مركا حديث تاسوح يكون موتنا يا حاج كينو واتبي هاي عمر جي هالمر نبي قنا لك قد ديانا عليه الصلاة والسلام عبادنا وياي وحالا ويحي ورسولك ويالون بانا لقو دلالي سيدي عبد الله بن عمر ان كسو مرنا لقن كيسوها حتى هلكو النبي قو كادت تقي بو كادت تقي ما شو هو يدي بو halku awrka kufur halku salaada ku tukada iyadoo laga yaabo inaanay ku jirin waxyaabaha laasinka babu fadl alhajj wal umra wa qaybti fadliga iyo faa'iidooyinka xajka laga helo iyo umrada ana bi hurayra radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rasulku wuxuu yiri man hajja hada albayt bayt kan gurigan ilaahay kaacbada qofka u soo qastiya ee ku soo xajiya فلم يفسق أن لا إيمانن فلم يرفث له أن لا إيمانن جماعي يا قلمدي حاسكيس اسكدايه ولم يفسق فاسق نمديه معصيه دي دنبغان اسكدايه
رجع وحو نقن دونا كيوم ولدت أمه ما لنتي هو يدي دشوكر النقن رجع كيوم ولدت أمه والرواية سوغن رواية النوح الليل هي كما ولدت أمه سيدي هو يدي أي كرد الشوكر ولا يقانا المير وصغيرها هذا صور دعوة مجاهينا ندن بلهين إذن ندن بكم الشيئين مركا قفك يتجدد في حياتي عندما يحج مركو صاحة شيء حياة تضع عصبون أي سنة هبدأ وين هذا صفحات عصبية حاش عصب الله بالعربية سيدا دراد با عبادو ينك كلا سنه سوحو كقد وين هدي لقودا قلو لقما بحكرو صلاة دي وات سنها دوات كب بحكرتا صوم كي وين سوم رينينا تكب بحكرتو صدقة دي هتو وحيبوها قفك وكب حقفة أهاتو لكن دم عاصم من قنايو حجك هدو قالوا كما بحكر حتى كيسي سنها إلى إلهي بوحل وأتم الحج والعمرة لله أمر كاسا وقارا لما يستر ذلك فلا الكيسي سنه بركة فايدو كيسا كاسا كميدا على أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحول العمرة إلى العمرة عمرة مركز قدت إلى أتكلك قاريس أما العمرة عمرة هذه مكقودنا إلى العمرة هي أتصور دافتي لغا قارو كفارة لما بينهما انت كرد حيسة أي داف مرادانا دو قدان يسا أوحا إلهي كاقا دافيا تي هوريد قدتي طبعا سنكا هربها هاتي انتو لحيسة دنبيا والحج المبرور حجك لغو سما فلاي الشرعي اللو وافتشيي إذا عدن ماذا لغو قدتي ليس له جزاء أبا المرين كلام ملي إلا الجنة جنة مويان أبا المرين تي سواة شمع أيو الرسول صلى الله عليه وسلم marka jannaduna waa waxaynu doonayno kala dad ku helaysa xajkii janno walaalkiisii u jannayay yaa inaad adduunkaagi ku ibsato weeye waqtigaaga faa'iidooyinkiisii iyo fadligiisii weeye an aaysha ummul mu'miniin radiyallahu anha qalat qultu ya rasuulallah sahabiyada haaski nabiga waxay tiri nabigaan ku eere ala naghzu wa nujahidu ma'ak miyana ghazwi yadagaal galeen oo aanan rag hadaa tihiin jihadka idin raaciin فقال مركا الرسول كوحول لكنا وحليده نايدين سقنا ذي هداتهين دمركا أحسن الجهاد جهاد كي وناكسنا وأجمله وقنق رحضة بضناء الحج وهو الحج وانا حجك حج مبرور وحج لقصبا فلاي هدات دمركا تهين جهاد كي نوقو وناكسنا وقنق رحضة بضناء وفي عني تهو حجك أولا قصبا فلاسي في عن لو قتبوا نبينا عليه الصلاة والسلام marka sidaa uu dumar ka bad jihadka ugu yahay inuu ragana jihad u yahay sidaa daraadeed ayaa uu noqday jihadan xabadi ka dhacay oo qofka siduu jihadka ugu bixiyo naftiisa iyo maalkiisa xajkana nafti iyo maalkiiba labadaba bixinaya cibaadooyinka qaybi waa badani oo jirkun baa laga gudanaya sida soomkii iyo salaadi qaybina waa maal sida sakado kale qaybina labadaba way isugu jiraa maalka iyo iyo nafta labadaba la israacinaya sida xajka iyo jihadka halkaasay iskaga mid yihiin sidaa daraadeed ayaa wixii jihadka lagu bixinayo ee xajkiina lagu bixinaya ilaa culimada qaar kood ay fatwadeen hadii sakada qayb kamid lagu bixinayo jihadka iyo mujaahidiinta xajkiina qofka xajiyaa waa la siin karaa oo dad rasuulku sallallahu alayhi wasallam waa kan iskaga mid dhigay marka waa fadliga xajka weeyii faqala aaysha tu waxay tiri falaa adacul xajja xajka deyn maayo بعد إذ سمعت مركي أن مغلي هذا حديث كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مره دان حديث كان نبي أنت أن كم مغلي لقى صوب بلابه أنت أكتم بيست ولقي حجك دين معي سدا درادد أيات مركي أما حاسسك رسولك ويسرور سنشرين مركا خلفاء الراشدين عيد إلى لسوء قلبي سوء كحيثي وسمين شرين سدعان ككوها عثمان بن عفان رضي الله عنه يظل لقى فائدة السنة علمي كان لقى قادنا يو marka xadiidkaasi iyo afarka caayshaba wuxuu bayaaminayaa sida waajib u tahay ama sunnaba u tahay jihadka in lagu noqnoqdo in xajkiina lagu noqnoqon karo wax dhibina aanay ku jirin aan la oranaynin lacagta ku xajaysa dadka si dadkana uu siinayaa wuxuu helo jihadkiisana uu ku jiraya si uu fadliga u helo al aaysha taqalat waxay tiri inna rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam qaala rasuulku waxa uu yiri waa faa'iidooyinkii xajka ya fadligi ma min yawmin maalin majiro أكثر كبضا من أن يعتق الله إنه إلهي حرية فيه مالك إحديث عبدا أدون إنه كحرية من النار إنه كحرية النار مي يوم عرفت
مالك عرفه مالك حرينت إلهي كبدن تاي مجرد مالك وقو بدن اي إلهي وأدومها نارك حرية ومالك عرفه وحلو وحي حجاجة يالك يسويمي بركولنك كلي إلي بهالكاس ودرادية دا عرف الله ده او قو بنانو هو فقارا هو ضدك سمو قنيو مركلينا لو ضيمان يا مركلينا لقو ده تقيو goobaha kala oodan aday tahay mina iyo aday tahay maka iyo walaga yaba dadku iniba meel u bay joogta si ay u qaysteen ama way kala tagaan ama way kala maqayn laakiin waa carafa barkulanka kaliya ee lagama maarmaanay tahay dadku bay halkaas isugu yimaadaan marka isha ilaahay uu ku eegaya il naxariiseed iyo mid dabdhaaf weeye waa maalinka ugu nacasnimo iyo cara iyo foolxumo badan ee ki iblis loodan jir baabul mawaqit wa أبو إنه لا يدنو إلى هاي وسود وانيح ما أنت عارف ثم يباهي بهم الملائكة ثم يباهي بهم ثم يباهي وحوقف أنا يا ربي بهم ضد كم مؤمنين تهال كافر ديا الملائكة تبو غفانا يا أو حسوسين يا فيقولوا حورنا يا ما أراد هؤلاء كواس محيو كذا هال كافر ديا محي بلوايا هال كان كصدونا نك قبنا يا aniga daraaday buu yimaadeen aniga dambi dhaaf way diisanayaan aniga ii talbiyeysanayaan aniga ii barayaan marka waa baraarujin malaa'ikta saasu ilaahay ku leeyay ila waqtigii hore aadam la abuurayay ayay yiraahdeen taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dibaa wa nahnu nusabbihu bihamdik sawnagan ku tasbiixsanayna khalqigan de ku caasiya dhiga daadinaya maxaad ka abuuri imikana wuxuu leeyahay waxan ka abuuray eega waa kuwaas dadka qashuucay halka u soo baxay ee banaanka taagan ba kamid ay ilba baniyaad al mawaqit mawaqiti makaniga hawi an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala rasulku waxa uu yuhillu ahlu al madina khair madina waxa ka soo xiranaya min dhil hulayf ma sha Allah ila xogada u jirta sida iska macruufka ah إلى ذو لح ميل ما لها أس أي سعد يسياد وقفك ديرين يا سعون يا هدى وحلو يقان أبيار علي ومركز مدينة كالصباح ذودين عمدك قبنا يا مساجد كوين كيالا وأهل الشام تدكى الشام كإيمان إيو وقويق وليب قلبات من الجحفة جحفة كحدان يا ما يبريق ولم يقع عاسا لورنج إما كنا دي ملا رابا خنبا لقحدا وأهل نجد من قرن qolada ka imanaysta dhinaca koonfur bari sayn hore u soo sheegney qarnul manazil meesha la yiraahdo ay ka xidhanayaan saylal kabiir yahba malahay imka la yiraahdo qaal abdullah wahid wa balagani waxa isoo gaaro asxaabtu ii sheegana rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam qaal wuxuuri wa yuhillu ahlul yaman reer yamanadna waxay ka soo xidhanayaan min yalamlam yalamlam meesha la yiraahdo ayadana sayn hore u soo xusnay 100 kilo meelaha ayaa ay u jirtaa laba marxalo ay u jirtaa bu kale bariga hore sidii wax loo qiyaasan jirun bu sheekh maca kaawnihi muasira ayu soo qaata wuxuu makanun ala bu'di marhalatayn min mak laba marxalo ayay u jirtaa maarteen maka marka 100 kilometir meelahaas ay u jirtaa macnaheedu waxa weeyaan diyaaraduna sida loog yahay xawligeed waxay saacadii jiraysaa 800 kilometir inkastoo markii hawada fa ku jirtaa ay tahay markay soo dhawaatana haday 600 soconayso 10kii maxay socon kartaa ay isweydiin la 100kii waa 10 daqiiqo ama rubuc meelaha marka degitaankeeda garoonka jirta ay ku degaysa hadii uu qofku xidho macnaheedu yalam lamu dulmaraya way waanu qofku u badnaan nus saac ama 20 daqiiqo marka uu nusulkeeda ka halay diyaaradda hubuudkeeda iyo degitaankeeda waanu xidhaabay noqonaysa haduu dhinaceen ka tagay marka uu doonayo inuu ku beego aan maashi laga xidhanayo yalam lama aan ibn abbas radiyallahu anhu ma qala wuxuu waqta rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam ila ahli madinati dhal hulayf reer madinati dhal hulayf wa ala madiy umra ay hajj mid kastaha soo xidheen wala ahli sham al juhfa maashi udur ka madina loo raray madina udur badan iyo waxa ka jiray calool xanuun iyo kaneeco markay dadkii aad u cawdeen buu ilaahay u nagar xagga salo ray juhfa leeyda halkaas ay ka soo xiranaya wali ahli sham al juhfa wali ahli najd qarn al manazil wali ahli al yamani yalamlam fahunna lahun
فهن دور كاميلود لهن ضد كاسي وسجناده يولي من قف معناها بلدان تاوي فهن لهن قولها سي بلدان تا اما ودمدا ضد كايمن ايا اسكله او كسو خرانيا عيد وليبا ميشا كقمن ولمن اتى عليهن اي عيد هلكا سو مرتو من غير اهلهن ضد كدغان ان هي ضد كدغان هلكا سي كسو خرانيا ضد كشيه سو مريان هلكا سي كسو خرانيا شرط كلا او خران او لمن كان عيد اهات يريد الحج والعمره قفك حج يا عمره وصاله قفك شقتغا اما عيد بوقنيا ama caafimaadu socda isagu kuma jiro hawshiisa markuu dhameystay amalka uu gudan kara qasadkiisu kol haduu yahay hawlo kale laakiin qofka qasadkiisu xaj iyo umra yahay halka ma soo dhaafi karo faman kana dunahunna qofka intaas oo meelood ka sokeeyay xagga kaacbada ka xiga famuhalluhu halka uu ka xidhanaya min ahli wa reerkiisa barta uu joogu ka xidhanaya wakadalika saaso kala waxa halkooda ka xidhanaya أهل مكة حتى أهل مكة يهلون منها غير مكة مكة كحرانية غير مكة حجك يا عمرو ذوي كلا دوي أنا حجك واحد كحرانية نقولي هذا صباح استدلال مركب بحاجة نقولي كسي حرانية لكن عمرو ذوي واحد تجي يعني أدنى الحل تنعيم يا مالها نقول له يعني حرم ككب أحسن أي تجي يعني فرق يا سود حير غير مكة سادرت القف كي دون يا عمل كان مرة في كرهال كهدي ودافنا ده وح كوا تبي يديك إلا وح أسوق دبي ميقات كيس وفي رواية لمسلمين هن اللهم بيهاي هن قواها اللهم تتك هلك دجن يكو صامرة يوسفناد لهن هتيلا يرانا وضمد يديك مرة اللهم هتيلا يرانا وضتك مركز ده تفريعات هي مسائل بلنبا كتير علماء يا ذو هلا يا نوقفكم هتو ميقات كلا عفو ميقات كلا وجدبه ka kala uu ka soo xiran kara haduu miqaadkii dhaafay intaan u xiran miqaadka laftiisii uu ku soo noqdo dhigi uu ka dhacaya hadalla badan noocaas iyo sharax way leeyihiin laakiin guud ahaan waxa ijmaac ku sugmay inaan qofku dhaafi kareynin sida nabi maxamed sheegay calayhi salaatu wasalaam halku u cayimay inaan soo dhaafi kareyn aan ibn umar radiyallahu anhuma qala wuxuu ri lama futiha hadan almisran labadan magaalo markii la xoreeyay wa basra iyo kufa وحرم وين نوضي وقت جدا به لبنا ميلون مركي لحرية عراق كمدة التوع عمراء تدكي وحوي مادا عمر بن الخطاب فقالوا يا أمير المؤمنين وحيدا ذن مدحوين مسلمين تو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول كإلهي حدا لأهل نجد قل ذي برق كإمني سي النجد يأوغده للك تاغا وحو حدي على مذي قرنا ماشى قرن المنازل ليلا وهو جور عن طريقنا وضض يدينا جور بكويه جور معناه اللي حسينه وقفك عراق كإمانا إياه إنو مركو كعبادة كسوة سعودة قرن المنازل أبايره وحويا قلوع بيكوته كونفر ببايره إساقو ديو سعونا إياه قلبات كونفرات سعون لها مركت وحي نقوتها ويعسيمو تدك يقع عراق كإمانا إياه وإن أنجو أردنا وحن ضاني قرنا وإن أردنا قرنا ما شاء قرن الملاذ اللي لها دي أن ضانا نكعنا شق علينا أرنتها سوينا لبيس قال وحول فانظروا وحا إيكتان حذوها هلك لسما من طريقكم والدين هير علاقة داتين مركة كعبالة طاس وصوص عطان فهلك لسما قرن المنازل إيسو إيكا فحد اللهم وحو على مدي ذات عرق ما شاء الله markaas soo calaamadi marka saddex raameelood way isku dhadhow yihiin qarnu malaazil iyo daatu irqin iyo yalamlam bidii waa 80 bidii waa 90 bidii waa 100 laakiin raaba khiyadul xulayf ayaa ufuk waxa marka halka aynu kaga soo gudubnay mawaaqidi waliba makaaniga ha ki zamaniga hana waa iska macruuf mahdhurat kiya mubaahat kiin galayna qofka mu'tamirka umra xiran أما حج حلال محال لو ديدي محو هيغن كقل يا وسكيل علينا يا محاسة وبنان باب اللباس المحرم وما يباح له فعله قفك محرم كادر كيس رقي يد مربا وما يباح له يوحي لو بني فعله فليتان كيس يلا يا أبو قفك إنو كشكي كراه بركا واحد للي كان إسكيل علي وحاران كان أتكشكي ديد بقى حلال بكوية
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال نبا يري يا رسول الله رسولك إلهيو ما يلبس المحرم من الثياب ما يلبس محرنا يا المحرم قفك عملك حدنا من الثياب درك درك انتبو حرنا يا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أركى النبي قوحوا لا يلبس القموس قميسية حرن مايا ولا العمائم عمامة دا كذا لقدوا بنا حرن مايا ولا السراويل سروال كهوستا لقى قشتنا حرن مايا ولا البرانسة كورك كوفية دلنا حرن مايا كورر كان رين كوت كالايرادة أما روب كالاقا قشتنا أما دا كذا لقليو إلا حق هوسة لا لا دا كان حرن مايا واشاي كستو كوفية دل ولا الخفاف الشرباطة دينا حرن مايا إلا أحد قفن با حرن كرا لا يجد نعلين أن لبك بوت هلين فليلبس خفين قفك لبش رباطة اسكحنو ودكوي دبعا أتكاي لوسع عني برقاوي وليقطعهما هقويو أسفل من الكعبين رواية روحي تلباميثي حتى يكون أسفل من الكعبين شيرا أي نغدان كرامها كوها كهوسية مركوو شرا يا انت بير سراء إلا أي كهوسية لبدا كراموت ولا يلبس محرن أيو من الثياب دركة شيئا وحمحرن أيو قفك عملك حراني ولا تلبسوا حرانين من الثياب درك تتكي نحجكي عمره حراني شيئا حرانين درك كم إذا مسته أطابتي الزعفران أو ورسو ولا بقيدو كاردقان سيدان حمورد يصباق درك اللي قليل درك هذه يتشار مدرك مررك قار كو دونتا لا غليا يو انت ان ورشد ان غلين با دونتا لا غليا marka wuxuu noqdaa mid ku dhagano aan liin bixin marka laakiin sheegiyo cad la galiyo midabka uu liin baxa sidaynu aragnay marka waxay ahaayeen warsigan iyo zacfaraankan wax dharka la galiyo oo udgoon leh midab jirka soo raacayaan oo la liin baxaya sidii sibaaq baalkii loo oran jiray hadii ay dharkan imka marka la meedo baxa oo kale marka zacfaraanka cas cas iyo warsigaas كداية درك لا إسكداية. بكرس آش أهو رئيسا عديد كواح إنه كأركين النبي جوحة لويدية محوح رنا يا قف درك. بكرويح كتشواب ويوري. أنت نانو حرنين. أسلوب الحكيم بالله لا. وهذا اللذا أدي يشال قيمها بدن. معناه ذو حوي ما يهبونين إن آش السدائي ويدية سدنا كوجو تشواب يبها بارين. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. باب كذي وكلا. way asal ku xuha qofku dhar walba inuu xiran karo asalkiisii buu iskaga taagnaanaya markuu xajkan iyo umradan xiran yahayna intaan baa loo diiday marka dhinaca ay ka koobantay waa inta loo diiday wax waliba way ku banaan yihiin intan mooyaan marka qumus alqumus wa qamis alqasir wa tawil qamiska gaaban shaarka imka imiraano iyo qamiskan dheer labadaba imaamadiina waxay ka turjumaysaa wixii dhakada lagu duubay iyo koofiyadii wixii oo dhan salaawishuna waa wixii xagga hoose marka isaguna marayay ee tolnaa hataa ayuu tolnaanin makhid marka la leeyahay waa wixii ku habaysan jirka oo sida dadka qaarkood ay sameeyaan dawaarbay u marsanaanine inuu dawaarku marsan yahay shardi maaha laakiin waa inuu ku faslisan yahay jirka oo marka dadka qaarba waxay sameeyaan qoysan ihraamka umbu badham dhagdhag u sameynaya dhagdhagtan yara Soomaadada meelahan yar lagu dhagsiyo ayuunbu halkaana dhagdhag uga sameynaya halkana uga sameynaya halkana uga sameynaya marku doono saas uu kala wada dilacinaya laakiin de kolkaad eegto waa nin shaarki balaadhay afrikaanka gashan ayuunbu ka dhigan yahay oo badham yar u sameeyay marka waa dewaarbay u marsanaanina waa maxiidkii dildiiray umbu noqonaya sidaas oo kala sheegiyo balaadhan oo kala baxsan oo go'a hadii afartiisa daraf la rikrigo oo dawaar la mariyo sidaan hadii jeer go'yaasha ku sameeyno loo tixgelin maayeen maxiid yah dawaarka la eegi maayo waayo wixii waa wax kala baxsan oo shiita ama balaaran marka maxiid doqon maaye waa iska xiran karaya aan waxa kaloo nabigu raaciyay balaanistina waynu garanay shifaaftina waa sharabaadadii oo kabihi buurka aha iyo sharabaadkii ayuu diiday xadiiskan waa xadiiska asalka waa kabaha daboolan iyo sharabaadada inaan la xidhanay oo deewa ka rasuulku qofkii buu sheegay kabi buurkaana waa lamid iyo kuwi hagoognaa waxa se loo saamaxay inuu surwaalada gashan karo oo uu gashan karo kabahan
دوشا كدب أولان قفكي آن هينين كبك لو سندلا وفران إلا أحد لا يجد نعليني فليلبس خفيني مركا إستاق اللفتي سلبادان شرابان مركو حران أيو أبا بورك حران أيو شرد بو النبي قوي حران أيو وليقضعهما السلام من الكعبين هكو شرا إنتان كهو سيسلبادا كرعامود وقايبتان كفتا عكت حقيا دا سراء أيو شرا يا سيدوشاني وبرناناتو كابتنا أي دقير غير هذا عكتي سوق قبسطه أي راعي كرت كابتن يرى قابنا غير هذا قف كهاي ستير يقاب كوستيس أيو بكرد جايا مرك كاوا الله قل يكل هدي ووح كلا وعي سدوا كلا هدي ده حديث كصاص على سدوا تلباميو وقف كي لبدي حرام حرام الها وعينا والله أقولي وأنا دعاه تذكر قاركود إن شهلي وكوي ما دوا يقعد ضيورده كتيرة أي لهذان محام حرامنا أما أوايب وح مارتيان حدا أو وح وحدين يهون ويا كبابوري نر طلام دي كل هدي وح كلا وحدان يشرين إلى أن تكي عدا قاريا كانوا إسكح حدانيا وحديثك داوا كر مبايا قفك شرط معها إنه العق وايو أما أنو الدنيا ذو كيف سن لها هينين كل هدو بالفعل بأوايو وهدا أنو هينين بالقوة هذا كريها كيف سن كريه hadda kul hadaan u hayno isticmaali karaya kabi buurka ha iyo dharkiisii aan umar ku diyaaradda ka dagan laba ihraam bu qashan doona iska bedel wa fi riwayat lil bukhari wala tantaqibu al mar'atu al muhrimah tumar kuna wa wixii loo diiray waak gabadha muhrimadii niqaab ma gashanayso wala talbasu al qufazayn labadi gacma gashina ma gashanayso qufazayn wa gacma gashigi iyo ki wajiga lagu xirayeen dhareerki labada midna gabadhu ma gashanayso iska ilaalinays way waxa yar booda ilaalinta dumarka iyo dadaalkooda dadka khaliijiyinto kale way ku sii yara xeel dheeraadeen oo way bay isaga deynayaan koofiyadan koofiyad franchida ay madarkaysa intee u yara galiyaan ay u baranayaan sida caaysha oo kale shabahaysa markay rag ajaanibti soo maranay si ay uga yara hagoganayso ha caaysha xaalad gaar oo ajaanibta ay arkayso waayayde min gurigi marka laga soo bilaabo ilaa intee dawaafisa kaasi u galinayaan ومعناها ساسون قال الله هذا وكوفية يرمى حق ورك السمينية لكن حديث كساوت المامي قبله لبدر رمود ويسكدينيس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات ابن عباس يقول النبي محمد بن مغلايو خطبة أخرى يو عرفات هاجن من لم يجد قال وحول من لم يجد قف كان هلين أن علين لبكبوت فليلبس الخفين لبدي خف أحده أما لبا شرابات أما لبا كبود وبودة هايسكا سيحر دين تحران هلي ومن لم يجد قف كان هلين إزارا قنت فليلبس هحر سراويلا سروالا للمحرم السقنا محرم سروال للمحرم بود مركاين قف كي محرم كاها سروال بحرنا ياه هذه سراويل للمحرم محرم كيف السقنا qofka muhrimka aad ee kulli surwaal u gaar ah ma jirin oo waba loo diiday be ee macnaha wuxuu noqon doonaa falyalba saraawilaha xidho waadi lil muhrim qofki muhrimka aad arintaas iyo juz lil muhrim way u banaad waxyaabahaas waxa ahayn waxyaabahi loo diiday qofka amalkan xiran qaar kamida waxay isku dhaxwada marka mahduuraadki iyo mubaahaadki أما موانعي إيو لديد إيو مباحي وبنانا باب الاغتسال للمحرم قفكي محرم كاها عمل كان حجكي عمره ذا حدنا مرها الدين ليدي تيمها إيو كركا يو قوقوينين تيمها تشركيس مميران كرا إلان تيمي مركا مدحيل لدحك ليا فراها وحباد دادان كرا مركا هالكا أديا تشير وهذا الكوكيمي وهالكا سوية marka ma maydan kara timihi qaar kood haba daateena an abdullah ibn hunayn anna abdullah ibn al abdullah ibn al abbas wal miswar ibn mahrama ikhtalafa laba ashaabi waxa isku khilaafeen bil abwa meesha layda al abwa wa meelo dhaxaysa makkah iyo madina fa qala abdullah ibn abbas ba wuxuu yagsilu al muhrim ra'sa qofka xaj iyo umra xidhan madaxiisa uu maydi waanu maydan kara inuu maydha mubaax bay u tahay markii uu soo xidhanayo sunnah ay tahay markan uu amalkan xidhan yahayna uu maydan karaa waqaal al muslim miswar baa wuxuu la yagsilu al muhrim ra'sa madaxiisa ma maydayo qofka muhrimka ah timaha go'aya
فأرسلني ويدر عبد الله ابن عباس إنك حديث كورينية عبد الله بن حنين باوحر ابن عباس فأيدري إلى أبي أيوب الأنصاري أصحابي قاسوا إيدري تذكرنا هذا مرمان عد مران كصواف شرط أو كلام مرخاتي فرطة ومهين من دي كتاك يسقن عن الآن سيانا يؤمنين هذين لبدين مثلا نسلقنا ويني بل أصحابي كلام ويدين فوجدته وحان هلايبولي أبي أيوب لفتيسا يغتسل ميرانيا بين القرنين لبدا قري لحدودكم ميرانيا ومركع عيالك هذه الشر ودان تلقو الدولي سيو لبدا قريو دادير بالو تاغا مركع سا قري قادح ودان تلقو حرا سدا سا مركع ودان تلقو سوچيدا مركع لبدا قريو تاغنا أيو قو دلالباهو دي عوردي ساسترا أيو سدا وقو سيداي عيالكينا واك تاغي ومركع وكو ميرانيا qarnay ku labada gees ku sheegaya waa labada qoriyo ka dul taagan ceelka wuu isaga yustaru bi thawb mara lagu asturayaayo qofkii marka biyaha ugu shubeyna marada xaga shu ka taagan sidda xaga kale fa sallamtu alayhi wa salaamay oo dhinici kale uu kaga yimi fa qala man hada ila maradi dheereed baa u dhaxays wuxuu dhikan salaamay waa kuma fa qultu wa hayra ana abdullah ibn hunayn kala ilaabanay arsalani ilayka abdullah ibn abbas ابن عباس بايسو كادرا أسألك وحن كويدين يا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الرسول كهاي يغسل رأسه مدحيس سيد النبي محمد أميري تري وهو محرم سيد حتي عمر حيرا سيد أميري تري مرح من ميري تري هدو سميري تري سيد أميري تري فوضع أبو أيوب مركا ضيحي الدكسي سيد بيقمي سؤاشي لو ويدية مقالية موقالة أيونين كره هلايو فوضع وحو دغاي ابو ايوب اصحابي لورن جري يده غعنتيس على ثوب مرض وصاري فطاطاه وسبودجي حتى بدا جيرو اي موقدي لي انيغا راسه مدخيس جيرو اي موقدي مرضي كلكي هره مدخيس كسريس اسكو استوري سداو كلا بحثناي ايو هوسو دجي انتو غعما صاري سيب الى مدخا وخ لا اسكا ويديه سي مدخيس موقدو عورديس تاينتي كلانا وي قرصونتا qof kuna deeceb mahayn isagoo qaawan inuu maydho nabi muusa mayday oo nabi ayuub mayday oo nabi maxamed ba mayday intaba de adiladii saxayay tan ku hayna caawradina la arkin baa muhiim marka madaxii buu muujiyay maradina hoos buu dajiyay sida ila aan arkay madaxiiba thumma qala wuxuu ku yiri li insaanin qaf yasubu alayhi ugu shushubayay biyaha xaq uu ninkani kaga yimi qof ka taagna oo biyaha u dardaraya ugu shushubayay wuxuu ku yiri usbub bal hadda igu shub fasab ala raasi qofki ba madhi bii ugu shubay thumma haraka raasahu madhiisi wuxuu ku xoqay oo ku jijibiyay biyadeey labadiisa gacmo faraha fa aqbala bihima wa adbara saasusi celiyay oo soo celiyay sida marka way sida madax la masaxay oo kale marka uu xoqay oo uu sii riixay oo soo riixay timihi waqala wuxuu hakada sidaas raaytuhu صلى الله عليه وسلم النبي كان أركي يفعل سقط سمينا يا دواني قام وقال كقولت سيابي يفعل مركز سيد النبي كوا أركي واساسه ما ذي حوار الله ما يريا سيد كل كي أربع الله ما يري ترى تماها فرها الله قالين تروم معنا الله ما يريا مركز قفك محرم كأ مر والبو ما يران كلا سيبا واختيار كلايل كهذا أو كلا يحتك كلايل بكو بيجين يوم مركز قفك إن يرتشوا كلا وحيكلف إنسان وما يدا هو بيوسكو شو marka taasina baahidaasa jirta ya hadii aanay jirin ba kullayba u meeran kara mubaahadka kamid babu ishtiraat al muhrim at tahallul bi udhr qafki muhrim kaha wuxuu shardi dhigan kara inuu halaalobo bi udhr bi sabab al udhr hadii udhr daar jiro halka lagu xaniba inuu ku halaalobi karo taasu shardi u dhiganaya oo ilaahay u sheeganaya mubaahadka waxa kamid ay qofka haajiga waxyaabaha u banaan marka oo ama cadaw ka cabsanaayo ama cudur ka cabsanaaya ay cudur hayo inuu shardigan soo socdo dhigan karo hadii uu shardiga dhigtana halka uu ku hakaday ee uu ku xanibmay buu ku xalaalobaya hadigiisina ku gowracaya waan iska soo noqonaya xajmiya lagu leeyay mise lagu malaha qalamiya lagu leeyay mise lagu malay
لبا قول بي علماء يلاهدين قاركود وحي لين قال لا له قرنا وحبب لا قمله وشرطين فائدريس توانو قالها كتل قاضو عن عائشة قالت وحي تري دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحو قال على ضباعة بنت الزبير زبير بن عبد المطلق ونبي محمد أديركية إن أنت أورناي طباع الأورني مقداد بن أسود حاس كواهي ونبي قال المادريين أو صب وقنا يضبكتا أيو قلعي فقال لها وحكيري لعلك أردت الحج حدو لو ذي ملاما لغايا بين الحج دونيس قالت وحيت والله بان قدارت لا أجدني اسم الدريمي إلا وجعه وحن استريمي أنا بك لا أجدني إلا وجعه وحن استريمي أنا بك فقال لها مركا النبي وحكيري حجي واشتردي حجك اسكتها واشتردنا لغا قولي وحتى لهذا اللهم محلي إلهي وهل كان كحلالو بيا حيث حبستني وهل كان يقوها كيسو يعني لا فكر وايو مركا هل كان يسكي حلالو بحيث هذا يسكو قل خلاص ويقول مات دم بمليهد عمل كينا كوهرقا وكانت وحيهي تحت المقداد بن الأسود أصحابي كان سيحاس واحد مركا حديث كان سنة وحيا لها مباحة وقف أياء وشيغي أما على وكهر شوك سيدو أما عيد الدين ليسوك علينا يستعرف إيوين وقلق وبه وكو عبادي سن لها أما عذر باب باب إحرام النفساء والحال مضاحات كي أبنانا قفك حاتك وحكم إذا قبرنا ظاهرهين وديكي عادة لحيدك أما كيرنا لما دلون النفاسك إني إسكحران كرتحتك يا عمرتي وحان الدوافين كعبدي طوافكي سنها يكي واجب كامد دبا ما طوافي سبيت الله الحرام لكن وحي كلا قفك حاجك وسمين يوي سمين حتى ما يرشدي ما يرشدي قفك مركو حاجك عمره حيران يوم ما يرن جرين الرق يدمر با وي ما يرنيس ما يرشداسي وامد سنها ونا يوافقيس لكن انا كنت ظاهرين الا ما يغاري وقتي ظاهر لها مركا ارنتاسنا وارن مباحه ددك قار كودو جهلها يا وخا لا يابا إن أي استلهادان كل هذان الظاهر هين سدي سلادة ولا يسجد داعي يصوم كله داعي حجكين الداه وهلك عمل كي وكجب ربع ما كجح معظم أنا عائشة رضي الله عنها قالت وحيت النفيسة وحد شيء أسماء بنت عميس قبل ما قال لورنت ليبا أم شيء بمحمد ابن أبي بكر محمد ابن أبي بكر بيدش بالشجرة جيت كي بيكونش فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحو أمر كسي أبا بكر يأمرها إن وفره أبو بكر وفربوري أن تغتسل إن ميراته وتهلا إسكحراته سما بنت عميس مركي وروح الحاسكي جعفر بن أبي طالب دقال كي غزوة موت اللورنش ليمرك كشهيدي مدكذب أبو بكر صديق باقورسلي وحيورنا شئينا كان لورنش ليم محمد بن أبي بكر oo daad garanayso sanadii 10aad inuu dhashay oo isagoo aad u yardee uu nabi ku dhintay calayhi salaatu wasalaam waxay ku dhashay bishajara shajaradani waa geed ku yaalay halkan reer Madiina ay ka soo xiranaya Adul Xulayfa la yiraahdo ayuu geedkaas ku yaalay markay halka ku umushay nabiga iyo asxaabta iyo saygeedii Abu Bakar cidiba kuma talinimba in umusha la celiyo maadaama ay daciif tahay oo Madiina lagu celiyo sida inuu inagu oranahay waro mul safar ka dheer ama inta leeg la marin maaye halkeed ha iska fadhido laakiin ummadu aad adayga ay u lahaayeen iyo jihadka ay amal kan u galeen daraad iyo xiisaha ay u qabeen iyada iyo ehelkeedii asxaabtii rasuulka waxa lagu taliyay inay xajka iska tagto oo dhaxda xilato la Soomaalidu barigi hore jirsiir aanay baranin marka reerku u guurayo caawo kolkay dhasho wuxuuna loodan jiray ilmahaaga yara mujada dhanbaaro oo dhaxdana geejiso ana gelna way ka dhargin jiray haday wehela khalas taayirada markaa u geejinayaano way ka dhaqaatinaysa umusha caloosha loo buuxiyay bay oran jireen ha shiraaqato oo reerka guuraya ha raacdo aan marka geedkuna waa caynka asmada taariikhdeedu waa sidaas Abu Bakarna waa haaskiisi waxa markaa nabigu amar ku siiyay inay meedhato xiraato waa sidii qofku baa u meedhan jiray oo xiran jiray waxa kala riwaayanka qaar kood ay tilmaamayaan inuu yiri dhiiga iska hagaajiyo da iska basriyo tartiibtaada samee marka arintaasina waa arin mubaaxa oo iyaduna banaan waxyaaba qofkii mubaaxa u ahay u banaa waxa kamida tan baabu tiib wa tarjeel ash-sha'r inda al-ihram
إنه طيب أتقون مرسد قفك عبر ترجيل الشعر نسمية تمها فيره عند الإحرام مركو حران أيه ولي إنت أنا حراني وديار قرابة يا قف تمها وصية سارو إسكها قاتين يا وفيران يا عديها أيو إسكا قرى يا رجينا أتقون كيبا مرسنا يا ساسو ديار قرابة يا مركا تاسنا وحو مباحة ويو الله أقوليه أتقون كاسنا سيدة حديث كصوص على تلمامة يا عبر كاس هذو دونا مركو إحرام ككتيرة بعد ركها كأوراها كم وضع كلا ديدا وحوى مركا إحرام ككل دحشرتين المرصد كلا أقولي هنا وأنت تجل أنت نتجلين عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وحيت كنت أطيب وأنا عذرين شري وأرود جونين شري رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإله اللي إحرامه حين يحرم مركو حرام أيوه حلا شذا دراد يدبان أؤد قولين شري مركو حران أيوه عذر بارو مرين أيوه وليحلي مركو حلال وابو مارين كالطبنات يدان عذر بانو مرين شري قبل أن يطوف بالبيت انتانو كعبد الطواف والتحلل الأول شيء الله يقان حلالو غهوري ومركو بورتنا تورو مدحنا حيرو كل كاسو حلالو غهوري قليا دي حولينا وابق لين نبيو طوافك انت انو تقين كهربو حيرتي والكاسو بورتي توري والكاسو عبر كين اللو مري مركا لبدا حالة لبدا بناوي يقفك عن عائشة قالت وحيت لي كأني انظر واحد مدائنا سيب بدامين ايان ايقا يبا هدا الى وبيش الطيب الى وبيش الطيب عبرك بدانتي سيئيو للال كيسي معناه وبيس هو بريق إيا لمعانك وبدانت إيا دلالك دلالك إيا بدانتي عبرك إنان كإيجا يابد مودا في مفريق النبي صلى الله عليه وسلم كوكت النبي إيا بصدا إيا دكدا وهو محرم يسوغو عمل كان حاجك حران كوكتي ساسري وداز عذر أحوها سريد لو سيدان مارت كان لبو فيه ما هين سيدا كان سريد لو كلوها أدقول لمرك حقا سري لو مرينجري مركا إسوغو محرمة أي هل كا عذر كي شلايا نسو مريا وكسي مغانايا وهو محرم مركا وحي كدريرا إيا وحي كأودقو نركا مراي مدنا إيا وحي أودقونا وحدي بمالحة وحيابا مباحات كا وحكم بذي قفكي حجكي عمراد أو بنان الحجامة والحلق للمحرم وبيان الفدية الحجامة توبين كيبا أو بنان ويستوبي كرا الدوحة نصدنا لي قيبا لغا قاري كرا والحلق تمين أو حير كره دي بكوي بعده حير الشدة سؤال للمحرم قفكي محرم كها وسقناط دي إن شري أو حير لم يدك قلع وبيان الفدية فدية دينا والله عطينا يا هدو قفك سهل كريو فدية يا كوا شيء بس كل هدي وما ذي حيري حيا بقى بناوي قفكي لما ورانا يدي بكاجة إسك قضاء إسك عيش ست ما هاجي در كاجة هدي أو حير لود دي ذا محظورات كا وباهض سدا دركي دوكسجي تما حيرستي وحيالها هدو باهضو أما داوين عبر له ويسكي استعمالي فيديو بحين دونا هدو هل هدو هل وانا دي بمتشرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحر احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وإستوبي وهو محرم استوى إحرام كي حرام وركان تابع عن هذا وحوية توبين كينو بناية هي تلان تلكي هي تيفتيف كي أما سرسر كي شركة لسرسر هي أما ليجي تصاصم بالكهاية قف كل جق قادة شيء بارك قادة سوق مشاعر تشوق قف كويس كإحرامه دوحة من صدر لخاطير تا نيجي قبها عافمات دو الله جق قادة دونا ليجي ريب مره عن عبد الله بن معقل قال وحوري قعدت وام فريست إلى كعب بن عجرة أصحاب قاسان لا فريست في هذا المسجد دي بالله فريست مسجد كواك يعني مسجد الكوفة كوفة عراق كتلة مسجد كي كويالي أصحابي قالان الله فريست وأبري الضنبي فسألت وحن ويدي عن فدية من صيام آياد دو إريقاس إريقو سيديو آياد أغو شري أيومبو صوقات ففدية من صيام أو صدقة أو نسك مركا وحن إعراب كيسي نقنية مد محلية أن يلاهدو مد مقدرة أيون نقنية بحكي أدانو يهي حركتنا يا حركة الحكاية تاي مركا عن فدية لما ورنا عن فدية من صيام أو صدقة أو نصر سيدي حركة دي آية دا أيوكو سوقا مركا آية دا فدية دانا يشيكتين محوية بل إيقا ورر أديقا أرهن كان يكوكو سودة حقا قال نواه
فقال وحري حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد بلا يهرجي يضن عمل جذنين والقمل بهشت لا إله إن شرت يتناثر أي كد هذا نيسه أما كد هذا نيسه على وجه وجه جيجا ويدي ذين صحت ما يرشدين أو إسكيرات ظروفتين أو أتكات مرك تسوح كأنتي ذي كي بدنا إيه كلايل كي بيلانت إنه قنبع الكودة شو كدبنا إن شرقة شو إن شرتين أدو بلط إلى أي قاعدة هاري وجه كصاد دار طبع أنا هلك واحد كأركيسة ضد كني عبادة درين كيوهين إنه وهامد روح دونك أن كفور ياري ترين وشرك بقى إلا وترين فقال مركا وحوري أصحابه فقال وحوري رسولك مركي لا يهرقي ما كنتم ما نهين أرى من أم لا يأرى بمعنى أظن وما ملين ترين بو النبي قول وما ملينين أن الجهد لباتضو قد بلغ بك هذا إني أديق هل كان كهاجاري مركا وحكا موقتين النبي وركي سمقلي لكن أنا انفلي ما انفلي بوري مشكلة دويني هل كهكاكار لي يدبك أما تجد شاطر نافريوت قول عدم هليس قلت لا ما يمهيو قال وحر السم ثلاثة أيام هذا صدح مع الموتصون أو أضعم ستة مساكين أما لح مسكين قوضي لكل مسكين نصف ساع ساع بركيسي ومن دعان راشنا وكيلو وحلق رأسك ماذا حاجة نحير ماذا حلا نحير بمعنى أحراحة المضاف والإسكفة مياه وحلق شعر رأسك ماذا تميه سنحير فنزلت في أنا يقول سودك تخاصة قارهان ننك آية داسي سببت آية داسي أنا يقولها وهي لكم عام عام هانتي ننو إذين سبناتو وكفا إذي سنيسان أيضا بقولي اللحية سلاشنا إلى هؤلاء فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قفك بكانا أبا هذا وحي الله ديلي لذلك قال كتبا وحن حيغ للا إلى قضاء أما أفقى حتى يبقى كسو بيق ميا كليل أن إله هذا قبو مركاسوب بهانا يأركي دوكسي لأي نسكة قشرة مركا مدبا أبا هانا ينتميه إسك حيرا أو أذن أو به أذن من رأسي أما ما لحي دباتك قصو قنت السيدة أصحابي كعب كل عضا وكلا ففدية فعليه فدية وحل أقول لي هاي فديو أيا لقول لي هاي فدية دا سواء أما الصونة أما الصدقاء أما النفل كورعا مركا أو دا سيندة هو ترتيب مثل ما ميسوا إسكا هو التخييري مالت فدية داني وصدح هذا كل با مدن بقادا دونا قف marka halkaana waxaynu ka aragnay inuu mubaax u yahay qofkii hadii uu baahdo wixii mahduuraadka ahay loo diiday inuu iska isticmaali karo fidyadan la imanayo waxyaabi marka mahduuraadka ha kuwaas ka mida mubaaxadkii baan leey mahduuraadkiina dib u hadana ugu noqday Allah subhanahu wa ta'ala يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات